أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من قناة يمن شباب وأهم ما فيها. اللجنة الطبية العليا وائتلاف الإغاثة بتعز ينفون وصول أي مساعدات دولية. والميليشيات تستمر بخروقاتها للهدنة وتقصف الأحياء المدنية أحياء المدينة. ميليشيا الحوثي تقتحم منازل مواطنين في إب وتختطف عددا منهم. أهلا بكم. دعا نائب رئيس عضو الوفد الحكومي مشاورات عبد العزيز جباري في مشاورات جنيف الحوثيين وصالح إلى التعامل بإيجابية ومسؤولية مع متطلبات السلام والبدء بخطوات جادة وملموسة، أولها إطلاق سراح وفك الحصار على مدينة تعز كخطوة أولى تساعد التقدم نحو السلام الذي ينشده الجميع. وقال جباري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: ندعوهم إلى تغليب المصلحة العامة ومصلحة اليمن الذي لا يخفى على أحد حجم المعاناة اليومية للمواطنين والتي تزداد يوما بعد آخر وتتضاعف منذ أن اجتاحت الميليشيات الإنقلابية مؤسسات الدولة وانقلبت على كل التوافقات التي تم التوصل إليها في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني. وأضاف متسائلا: إذا كان الحوثي وصالح غير مستعدين لإطلاق سراح المعتقلين الذين اختطفوا بشكل تعسفي وغير قانوني، فكيف سيسلمون السلاح وأجهزة الدولة المختطفة؟ وأكد جباري أن الجميع يتحمل المسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية أمام الشعب اليمني، مشيرا إلى أن خيار الحلول السلمية هي الصحيحة وأن خيار العنف والفوضى لم تجلب للبلاد والشعب سوى الدمار والخراب. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي علي الفقيه. سيد علي، إذا كان الحوثيون غير مستعدين للمفاوضات لماذا ذهبوا إذن؟ أعرف أن الحوثيين ذهبوا لأكثر من جولة مفاوضات وهم غير مستعدين لتنفيذ القرار الأممي 2016 بشأن اليمن، ولا مستعدين لدخول في عملية السلام وإعادة أو تسليم الدولة والعودة الشرعية، لأنهم هم فقط يدخلون إلى هذه الولاد من المفاوضات كي يحصلوا على مكاسب. هدفهم الرئيسي في هذه المرحلة إيقاف التحالف العربي لعمليات في اليمن ليتسلم التفرغ للشعب اليمني كما يريدون وكما يحبون. فقط هم يناورون بنقطة واحدة من نقاط القرار 2016 وهي اطلاق المختطفين، يعانون منها قضية رئيسية وكأنها هي القضية المحورية التي يقدمونها مقابل وقت عملية التحالف، وهذا أمر غير معقول. يفترض أن عملية إطلاق المختطفين كانت إحدى النقاط المسيئة للحوار، أي أنها كان يفترض أن تسبق الذهاب إلى جنيف لأنهم يتعنتون يقول للمفاوضة كمن يقول نحن سنضع مختطفين للبلد وللشرعية مقابل أن نطلق لكم 4 مختطفين، وهذا يعني أمر غير منطقي وغير معقول في تعامل الحوثيين. نعم. مع هذه القضية. نعم سيد علي، إذن تتوقع أنهم سيعودون من هناك دون أن يحلوا أحد القضايا العالقة بينهم، مثلا كقضية المختطفين؟ أنا سبق أن قلت قبل انعقاد جنيف أنها لم تخرج ولا زلت عند رأيي، وكل المؤشرات التي حدثت خلال 4 الأيام الماضية من المفاوضات كانت فاشلة وظلت تراوح مكانها، لم ينجز الطرفان أي خطوة إلى الأمام في كل النقاط المطروحة. كان فرض من المطلوب وفد ميليشيات الحوثي وصالح اليوم ان يقدموا بحسب ما طلبت منهم المبعوث الاممي اليوم يقدموا معلومات عن المختطفين، لكنهم حتى المعلومات عن المختطفين لم يقدموا، وبالتالي هم غير مستعدين لتقديم اي تناقضات، غير مستعدين للدخول في عمليه سلاح حقيقيه وجاد، وايضا نؤكد على انهم يكونوا جاهزين في الذهاب الى
السلام الا عندما تنتهي كل قوة على الارض، عندما يصبحوا غير قادرين على الهجوم والاستيلاء على المدن، غير قادرين على نعم. خنق الناس من خلال الحصار وتجويع وقتل الناس في مختلف المدن. نعم، الصحفي علي الفقيه كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أجرى نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح اليوم اتصالا هاتفيا بأخيه ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطورات الأحداث على الساحة اليمنية في ظل خرق الهدنة المتعمد من قبل ميليشيات الحوثيين وصالح الإنقلابية. وقال بحاح إن مثل هذه الأعمال التي ترتكبها الميليشيات الإنقلابية ضد المدنيين وعدم احترامها للهدنة تؤكد عدم حسن نواياها لإنهاء الحرب واستمرارها في مواصلة العدوان على أبناء الشعب اليمني بطريقة مجردة من قيمنا الإنسانية والأخلاقية. وأضاف إن وفد الحكومة في مشاورات جنيف يسير بخطى إيجابية ويتعامل بحسن نوايا مع ما يتم طرحه سعيا منه لوقف عمليات الحرب ووقف نزيف الدم اليمني وعودة الشرعية ومؤسسات الدولة وإطلاق سراح المعتقلين وتسليم الأسلحة للدولة وتنفيذ القرار رقم 2216 لضمان خروج اليمني من وضعه الراهن إلى وضع يسوده المحبة والتسامح والإخاء والأمن والاستقرار. وثمن نائب رئيس الجمهورية المواقف الأخوية التي تجسدها المملكة العربية السعودية من خلال وقوفها ودعمها ومساندتها للعملية السياسية باليمن وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى كافة أبناء الشعب اليمني للتخفيف من أوضاعه المأساوية والتي تسببت بها الميليشيات الإنقلابية جراء حربها الهمجية. شنت مدفعية المقاومة في معسكر صدرين بمريس هجوما على مواقع لميليشيات الحوثيين وصالح بمدينة دمت بالضالع. وبحسب مراسلنا فإن مدفعية المقاومة قصفت عدة مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثيين وصالح بمدينة دمت، حيث استهدفت آليات عسكرية وتجمعات للميليشيا في المعهد المهني وسط المدينة. يأتي ذلك ردا على خرق الميليشيات للهدنة وقصفها أحياء سكنية بمناطق متفرقة من مريس شمال الضالع. جددت اللجنة الطبية وائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز نفيهم وصول أي مواد إغاثية أو مساعدات إنسانية أو طبية من أي منظمة دولية إلى المناطق المحاصرة والمتضررة جراء الحرب الذي تفرضه ميليشيات الحوثيين والمخلوع على مدينة تعز منذ 9 أشهر. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالمستشفى الجمهوري بتعز لتوضيح حجم الكارثة الإنسانية التي تعيشها مدينة تعز. وقال المشاركون في المؤتمر الصحفي إن المساعدات الدولية التي يتحدث عنها البعض تمت مصادرتها والاستيلاء عليها من قبل ميليشيات الحوثيين وصالح ولم تصل إلى المناطق المتضررة من الحرب والحصار. كما أكدوا أن مدينة تعز تعيش كارثة حقيقية في ظل منع دخول المواد الغذائية ومياه الشرب والمشتقات النفطية والدواء والمستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجين وحليب الأطفال. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا المسؤول الإعلامي بمجلس تنسيق مقاومة تعز رشاد الشرعبي. سيد رشاد، يعني لم تصل المواد التموينية والإغاثية إلى مدينة تعز، إذن لماذا يصرح مصدر مسؤول في هذه المنظمة بأن المساعدات وصلت؟ مساء الخير عزيز، أنا لم أسمع التقرير، لم أسمع السؤال جيد، لكن تحدثنا عن اللجنة الطبية. نعم هنا، نعم 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 سيد رشاد، تحدثنا عن اللجنة الطبية وائتلاف الإغاثة بتعز نفوا اليوم وصول أي مساعدات الأمم المتحدة أو المنظمة التي أرسل المنظمة الدولية التي أرسلت المساعدات قالت أنها سلمتها إلى المناطق المحررة. إذن لماذا
تقول المنظمة بأنها سلمتها، بينما المناطق المحاصرة لم تستلمها حتى الآن. أخي العزيز، المنطق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية هو يبدو منظم بشكل كبير من الميليشيا الإرهابية، ومن خلال البيان يظهر أنه يغالق وخادع وظلل الرأي العام حديث عن وصول الشحنات المساعدات أو شاحنات المساعدات الإغاثة إلى مدينة تيك، ويتحدث عن وصولها ولا يحدد من الذي استلمها وأين تم توزيعها وكم هي وكم عدد المستفيدين منها. هو تحدث ضبابي فصاد يشير ويؤكد أنه يضلل الرأي العام ويخدع الأمم المتحدة ويكذب بصورة عجية. اللجنة الإغاثية وإتلاف الإغاثة الإنسانية واللجنة بها تحدثوا صراحة، وبالتعز يتحدث جميعا أنه تصل حتى نصف شاحنة أو ربع شاحنة داخل المدينة، لأن المدينة هي مقطوعة وممنوع الدخول إليها والخروج منها لأي مركبات أو شاحنات أو سيارات أو حتى البشر يتم تجاههم بشكل دقيق جدا. هل يوجد رد فعل من الحكومة جراء هذه التصريحات التي تقول أنها وصلت إلى مدينة تعز؟ من واجب الحكومة أيضا أن تراعي أو أن تدفع من أجل وصول هذه المساعدات إلى الناس المحتاجين داخل المدينة، ما هو موقفها؟ الوفد المفوض في فهو يمثل في أغلب وزراء ونواقص وزراء ويمثلون الحكومة الشرعية، كان موقف واضح وقوي جدا تجاه ذلك، وتددوا في موضوع مساعدات، لكن الميليشيا بالامس انسحبوا من المفاوضات بجراء القضيه التي تتعلق بالمساعدات، هم اعترضوا ذلك. ما يبدو ان هناك محاوله لاخداع الناس من خلال الحديث عن انهم التزموا بايصال المساعدات وفتح طريق امن وممر امن الى مدينه تعز هذه المساعدات، فيما ان الواقع يحكي غير ذلك. اؤكد انه كذا تماما، الحوثيين اعترفوا حقيقة بأنهم يحاصرون هذه المدينة لتسعة ثمانية أشهر مضى، وأنهم شدوا الحصار عليها خلال الأشهر الأخيرة، ولذلك يفترض أن يتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والقانونية الإنسانية تجاه المدينة التي يحاصرونها ويعتدون عليها بشكل مستمر ويسعوا بمرور هذه المساعدات إلى داخل المدينة. نعم. ليؤكدوا انهم يسعون الى الحل السياسي للقضيه اليمنيه. اذا المسؤول الاعلامي بمجلس تنسيق المقاومه بتعز رشاد الشرعبي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. اذا ورغم الهدنه المفترضه بين ميليشيات التمرد والسلطه الشرعيه، الا ان قناصه صالح والحوثيين تستهدف اطفال تعز وتواصل مسيرتها الاجراميه في رسم الموت بالمدينة. التقرير التالي من تعز يوضح صورة أكثر، نشاهد. ما من يوم يمر على مدينة تعز إلا وتودع أحد أطفالها. هذه المرة الضحية من أهالي شرع برونة ووادي الماء تحديدا. فالطفل رائد محمد هايل 13 عاما خرج لشراء الحليب بمنطقة البعرارة، فلم يعد إلا محمولا بفعل رصاصة القناص الحوثي. الحصر كان طلع يشتري حليب من البقاله وهو راجع، القناص الحوثي قنصه وهو راجع من البيت، راجع للبيت من البقاله، وتم قتله من قبل ميليشيات الجرام ميليشيات الحوثي وصالح. الطفوله هنا تقتل بدم بارد، فعصابه صالح والحوثي تنتهك كل القيم والاعراف الانسانيه والدوليه، وإحصاءات القتلى تكشف عن حجم الانتهاكات الجسيمة بحسب الحقوقيين. بالنسبة لقتل الأطفال 166 قتيل، والجرحى 782. هؤلاء جميعا ضحايا القصف والتدمير والقتل الممنهج من قبل ميليشيات علي صالح والحوثي. قد لا يعني لك شيء عند مشاهدتك لأوعية الماء بهذا الشكل، لكنها لأهالي الضحايا قصص فلذات الأكباد التي نحرتها ميليشيا التمرد بقذائفها. هنا أصحاب الحارة والشباب قال لابد أن يكون ذكرى. ذكرى هذا أسماء الجرحى في الدباب، كل واحد إيش في اسمه ودبته،
وهنا ايضا الشهداء. هنا طفل ذو 7 سنوات اللي هو انس، والشهيدة شيماء، والطفل اسماء عبد الغانم. ففي تعز اصبح الماء يوحي بالحصار، واوعيته رمزا لجرائم ميليشيا التمرد الانقلابيه التي رسمتها في اذهان الناس كذكريات. ذكريات الم ووجع حفرتها ميليشيا التمرد في اوعيه الماء هذه، وقبلها في قلوب وعقول ابناء المدينه. امين دبوان، يمن شباب، تعز. اذا وفي ذات المدينه واصلت ميليشيات الحوثي والمخلوع خروقاتها للهدنه المعلنه، وذلك بقصفها المستمر على الاحياء السكنيه واستهداف المدنيين وشن عده هجمات على مواقع الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه. وقال مراسل يمن شباب ان ميليشيات الحوثيين والمخلوع قصفت بالاسلحه الثقيله حي كلابه وتعبات وجبل جره والمسبح والشماسي وقرى جبل صبر، كما شنت عده هجمات على مواقع المقاومه في تعبات وحي الزهراء والزنوج. إلى ذلك أكدت مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية مقتل 20 مسلحا من ميليشيات الحوثيين وصالح، وإحراق عدة أطقم عسكرية في قصف لمقاتلات التحالف لتعزيزات لميليشيات الحوثيين في منطقة مقبنة كانت في طريقها إلى تعز. كما قصفت مقاتلات التحالف مواقع الميليشيات في معسكر اللواء 35 بالمطار القديم وتبة الضنين غرب المدينة ونقطة 60 بالحصين شمال تعز ووادي المجش بمديرية موزع غرب تعز. أكدت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثيين وصالح اقتحمت 3 منازل الخميس الماضي وعبثت بمحتوياتها في قرية العدانة بعزلة الشراع مديرية جبلة. المصادر أفادت بأن المنازل التي تم اقتحامها تعود ملكيتها للمواطنين محمد اليفرسي وأخوه ونجل أخيه. يذكر بأن ميليشيات الحوثيين وصالح سبق وأن قامت باختطاف المواطن محمد اليفرسي وشقيقه ونجل شقيقه في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ونهبت سيارتيهما. من جانب آخر، ما زالت ترفض ميليشيات الحوثيين وصالح لليوم الخامس على التوالي تسليم جثة الشهيد محمد عبد السريحي لأسرته، حيث قامت حراسة ثلاجة مستشفى الثورة العام باعتقال والد الشهيد وأخيه يوم أمس الأول عندما ذهبا للمطالبة بتسليم الجثة، ولم يطلق سراحهما إلا بعد وساطات قبلية كبيرة. وكانت ميليشيات الحوثيين قاتلت الشهيد محمد السريحي يوم الثلاثاء الماضي في بعدان، وتركته ينزف دما لساعات بعد أن قنصته الميليشيا بطلقة نارية في عنقه وهو في مزرعته بقرية بيت الحجر بمديرية بعدان. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من إب الصحفي محمود الحمزي. محمود، لو طلعنا على آخر المستجدات في المدينة خاصة فيما يتعلق بقيام الحوثيين بالاقتحامات لمنازل المواطنين. نعم، ميليشيا الحوثي وصالح تمارس انتهاكات واسعة لحق المواطنين بأمناء محافظة إب. يوم أمس الأول اقتحمت منازل المواطنين في مديرية جبلة، وخطفت بعد ان خطفت عدد من المواطنين منهم محمد اليفرسي وشقيقه ونجله، لكنها اليوم كثفت انتشارها وتواجدها في عدد من مداخل منازل المدينه ونشرت مسلحيها بشكل لافت واستثمرت تفتيش دقيق وغير مسبوق على المواطنين من يدخل المدينه ومن يخرج من المدينه بصوره لافته، لافتت فيها المواطنين. ايضا المدينه تشهد حاله من الاستياء نتيجه رفض ميليشيات الحوثي وصالح تسليم جثه القتيل السريحي الذي اختطفته ثم قتلته، وايضا صادرت جثته ورفضت تسليمها وخطفت والد السريحي وشقيقه حينما اتوا الى مستشفى الثوره للمطالبه بتسليم جثته. ايضا ميليشيات الحوثي وصالح تمارس انتهاكاتها للهدنه المعلن عنها من قبل الامم المتحده، ففي النخيل الخشب عززت
الجهاز المسلحين بشكل كبير وقصفت نعم 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 الصحفي محمود الحمزي كنت معنا من إب، شكرا جزيلا لك ونعتذر منكم مشاهدينا الكرام بسبب رداءة الصوت من المصدر. إذن عثر رجال المقاومة الشعبية على عدد من العبوات الناسفة كانت تستهدف أماكن حيوية بمحافظة مأرب، وتمكن رجال المقاومة بالمحافظة من إحباطها. وبحسب الصور التي توضح أن 9 عبوات ناسفة كانت موضوعة في كيس من الدقيق لغرض التمويه وحتى لا يتم اكتشافها. دشنا وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح ومعه مدير عام الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عبد العزيز الشدادي مشروع توزيع فرش وبطانيات وشراشف ضمن حملة إغاثة الشعب اليمني إهداء من دولة الكويت ممثلة بأميرها الشيخ الصباح الأحمد الصباح. ويستهدف المشروع 1500 فرد تنفذه اللجنة الفرعية للإغاثة بالمحافظة اللجنة الفرعية الميدان الغاثة ضمن الحملة التي تستهدف مختلف المحافظات اليمنية. وفي التدشين أكد وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح أن السلطة المحلية تولي الجرحى اهتماما كبيرا كونهم قدموا أنفسهم ودماءهم رخيصة من أجل الوطن، مشيدا بجهود الأشقاء في الأسهم في الإسهام للتخفيف من معاناة الشعب اليمني من خلال المشاريع الإغاثية التي ينفذونها في الصباح، مشيرا إلى أن للكويت باع كبير في المشاريع والبنية التحتية لليمن منذ فترة طويلة. من جهته أكد عضو اللجنة الميدانية للإغاثة بمأرب أمين عزيز أن المشروع يستهدف 1500 فرد في محافظة مأرب، موضحا أنه يأتي ضمن حملة إغاثة الشعب اليمني إهداء من دولة الكويت الشقيق ويشمل مختلف محافظات اليمن، لافتا إلى أن كل فرد من المستهدفين يمنح فرشا وبطانية وشرشف ملاية، مشيرا إلى أن هناك مشاريع أخرى سيتم تنفيذها ضمن منحة دولية من الكويت الشقيق. إلى ذلك أكد عضو اللجنة أنه تم تأثيث المسجد الخاص بمصلى الجرحى بطول 28 في 15 مترا ضمن نفقة حملة الإغاثة. حضر التدشين أعضاء اللجنة الميدانية للإغاثة بمأرب. يعني حددت المديريه حددت ايوه يعني احنا جزء من المدينه اللي ما غطيناه أيوة. تمام والوادي والجوبه وجبل مراد وعن تطورات الاوضاع في مأرب ينضم الينا من هناك مراسلنا دياب الشاطر. دياب، ما هي اخر الاخبار من مأرب؟ هل تم السيطره على مأرب بشكل عام؟ اقصد هنا مديريه صرواح. اهلا وسهلا. بالنسبة لمديرية صرواح لا زالت كما هي، لا يزال تواجد الحوثيون في مركز المديرية والذي يليه، يعني لحد الآن المعركة لا تدور، هناك اشتباكات مديرية الطعام، لكن الجبهة الشمالية هي التي تحركت بمحافظة مأرب وتم تطهيرها بشكل كامل. اليوم المقاومه تعدوا مأرب وهم في جبل في اعلى جبل صلب بعد السيطره عليه وهو تابع لمديريه نهم. الجبل يطل على جبل خولان الطيال، يطل على يرى من فوقه جبال بني حشيش. بدات المقاومه الان تدخل في حدود محافظه صنعاء. بالنسبه لصرواح الى حد الان لا زال الحوثيين متواجدين هناك، لا تزال الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه في مواقعهم الاولى. الى الان لم يحدث اي جديد بالنسبه لجبهه صرواح. نعم، اذا مراسلنا دياب الشاطر كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. والى اخر خبر لنا في هذه النشره، حيث وجه علي محمد المنصوري المعين من قبل الحوثيين محافظا للبيضاء بصرف 8 ملايين ريال لغرض ترميم منزله الذي قصف. الجدير ذكره أنه تم الضغط على الموظفين لتحرير الشيك باسم ابن أخيه ناصر المنصوري أثناء تواجده مدير المالية خارج المحافظة وعدم توقيع مديره على الشيك.
إذا مشاهدينا كان هذا كل ما لدينا في هذه النشرة، أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.